أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وحن بالله قد أحجرنا كتابك أجرومي عوهرات وحن سوقات النوحة ليلة مبادئ العشرة فن والبوحان دان وحوقبا طبعاً أساسي وقبان دان طبعاً كأساسي قوة فنقة نحوها أيان عواراتك سوها دان عوض مركة حان بالله بينا كتابك حان بالله بينا مركة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إلهي مقعيس كليا الله الرحمن نحريست قود إسكالي الله الرحيم نحريست قاركا إسكالي أن أؤلف كؤلف هذا الكتاب كتاب كان أوكار كؤلف مصنف كمركة بسم الله أسوكو بالله ودي اقتداء بكتاب العزيز أسوكو ضيائي كتابك عزيز كأسوق ضياعي مصنف كمرك كتابك ألفه وحالي را مق عيسى محمد ابن محمد ابن داود السنهاجي لنا مق عيسى حالة محمد ابن محمد ابن داود السنهاجي لنا وحو كل الشيء ماشي لنا فاس وقلول كان أو مغرب مراك ماشي أسوق كل الشيء مراك وكل الشيء سنة كأول الشنة والحب قلت ضباطا يلابو هجري كمرك وهاي حلي قاسوق الشيء وأنا سنتك أو رنتي إمام مالك ونقل ألف في شيك كتابك اللي ألفية ابن مالك وذاتك ألفي سنتك أو رنتي لذلك علماء وحيدهن أفل النجم للنحو وضلع النجم للنحو وحاد عي حدك أو إلى هذه نحو ذا إلى وحاند شيء حدك كليته أو نحو ذا إلى هذا حدك هذا شيء أول لقوا ذا وذاتك أنا لقوا ذا محمد ابن محمد ابن داود السنهاجي حدي قد عيني أواي وذات كاس ألفية ابن مالك اللي فواي ألفية أو تيجي دورنا هدي قال لي شيخ أنا مركب وكان عابدا تقيا هو هاي نن عابدا أو تقيا وهاي قد مج عيسى ابن أجرومي قاسني لقد بربر كواي وحاله معنى يا أو معنى هذا ويا الفقيه الصوفي نن فقيها أو صوفي هو هاي سيقات ساس ورسام نن فقيها أو صوفي هاي أرجع ابن أجرومي قدي له معنى أنت سكون غا سأزفونا. وترجم السيودي إمام السيودي كترجم استي في كتاب بغية الوعاد كتاب ليرى بغية الوعاد أوجا ترجمه وحور ويشهد وحامر قاتئه بسلاحه شيق صوبنا شديس وحامر قاتئ أوفرا عموم النفع بمقدمته مقدمة السجاء ألفين نفع جيد السيد وجود أو نقدي أو مضرا أو أنفع هلا سأوحي أوفرا توري أشيق إن سلاحي سمرقاتي تاسا هو يراد كتابك عمري ديغانا وحان اوغو تيغي دونا ماركو شيقان كادلاي وحو ري دونا انت كتابك اجرومي كسو هادلي ري دونا وكان خير كتبي صغيرة كراسة لطيفة شهيرة في عربها وعجمها والروم ألفها الحبر ابن اجرومية وانتفعت أجلة بعلمها أجلة دادوا وينو أئماء أح يكون انتفاعين بعلمها يكون انتفاعين مع ما تراه من لطيفة حجمها أضو هادنا أوجد للاقبه إن جرم جيد أو جريء معنا وسديد حانش عمل أيضا إحساس تعدنا يكون انتفاعه كوري دونا أجلة تندد ووين يكون انتفاعه كوري دونا مرك إمام السيود نحكوليه أرنت عصابة وحين مرقاته وطاي سلاحية الشيخ شيخ الصوب ناشريسة تعصاب مرقاته وكراد كتابك أو أجرم جوادك أن مركو ألفه وحكو ألفي تجاه الكعبة وكو ألفه وأنا بقعيك أرنك إلهي تكويسا بقعد أقو فضلك إيه شرفت بدن سنة كشيقا أو أنت وتضابق اللباتن يسد أحد هجري قائد تضابق اللباتن يسد أحد هجري مركو قائد مرك سواء روري إيه شمورة شيء لحبق تضاباتي لبو شمورة أنتي تضابق اللباتن يسد أحد قطب كازمهم وإيه قبط أسير شمورة شيء لحبق تضاباتي لبو شمورة أنتي تضابق اللباتن يسد أحد أنت أسير هايات شيق مركو هلا مرك كتابك وبلاو مرك مسألة وحوك بلاو اللي رأى مسألة الكلام أو كبلاو الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ماشي أسوق بلاو عاون أنت أصلا إسكودينا أنا برنا دي إلى أنا وفجيو مرك وحوك هذا الكلام وقال كلام كمرك لقى الله يهرت كلامك وحوك ميديا وحلي رأى أصول النحو جرى أصول النحو أمهات النحو إيوه أساس النحو سد على سر إسكو معنوى أديله رأى أساس النحو شيك يا ديلو را امهات النحو الشيك يا ديلو را اصول النحو الشيك حواي اسكوميدوا اصول النحو مركه كلامك تو كوميداي
الكلام من أصول النحو نحو ده أصول شيء ده أي كلام كميديا أصول النحو مركب ما يقاكوا الشنكوا الكلام والكلمة والكلم والقول والمفهم شن تسحال ده أصول النحو لده أديله ولا أصول النحو الشاك أما أساس النحو الشاك أما أمهات النحو الشاك أديله ده حدا وهي الكلام والكلمة والقول الكلام والكلمة والكلمة هي والقول هي والمفهم شنتا صحيحين أصول النحو لنا شنتا سبحان الله أصول النحو الكلام والكلمة والكلم والقول والمفهم كلام وأمتك هذا أو نبرر بشيخ أول قولي دون هو اللفظ المركب المفيد بالوضع كلمة وكلام كقيب هيسا حونغا اسم وفعل وحرف ومدل بحواء كلمة كلمة ده سو سدح جار نغطينا حين غي كلمة اين غي هذه سدح جار نغطو إن قام زيد أو كلا مثل نقول أما إن خرج المعلم قالوا إن إيا خرج إيا المعلم هو كلمة إساس كوون غي هذه سدح تكتو هذه هل كتان حين غي زيد كلا قد حين غي كلمة يكون غيس قولنا وحال لا ما أفاد معنا وحي معنا فإذا حال لا قول قال لا إذن قول يسو قلعي الكلمة واسو قلعي والكلمة واسو قلعي والكلام واكو سو قلعي المفهم وحال لا ما أفهم معنا ولو ناقصا وحي معنا كفهم سي ناقص بقى هذا مثلا حال لا قلام زيد قالوا زيد أدون كيس معنا واكو فهم سي لكن معنا لما يسترمنا قلام زيد زيد أدون كي انت أقحيه ما يلا صعتها ما يلا دو وضمالا مجددو مركا كاس حال لا المفهم قال لا مركا أصول نحو ما يقوي شنطات الكلام اها 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 والمفهم وجديده انت سالها كلام مضمومتك ونبرر ومرك شيق مرك كلمتنا كما هذلن كلمنا كما هذلن قولنا كما هذلن مفهمنا كما هذلن وحكا هذل كلام وكان لما ما هو صوته وقال لهم حواي وحقوه قاب صدي لأنه هو المقصود بذاته كلام حواي وامد كذا تديس لو قصد يا بكلام كيا ولأنه يقع به التخاذو ولأنه يقع به التخاذو وهذا هذا الكون أسوق رعاه وحلقوا هذا الكلمة وحلقوا هذا الكلمة ما وحلقوا هذا القول ما وحلقوا هذا المفي ما هي كلام حلقوا هذا مرك حدا شيق وقت صار به كلام وشيق كوك عبصري محوق عبصري ولأنه كلامك هو أسيجا المقصود بذاته كان ذات تديس لو قصد يا إيه ولأنه أسيقا يقع به التخاضو وده هذا الكو أسوك رعا وحلقو وده هذا حواي وكلام ألا صدق يسا معنا أصول النحو ما يقوان داني شن شن تيشيق إيدوك الكلام والكلمة والكلم والقول والمفيد شيق حو دورتان داني كلام دورت صوبته دورت حواي داني لأنه هو المقصود بذات إيه ولأنه يقع بيه التخاضب وده هذا الكاكودة انت اسمي سلينا صور دقاجي يا مرك ارقى كلام ان وليكو رحجنا ارقى كلام كافتا اسم مثلث واي مروى الله كردقى كلام على ليه مروى الله هصدقى كلام على ليه مروى الله قدى كلام على ليه مثل صعنا هذا كلام امر ليه مرنا حال ليه كلام على ليه مرنا حال ليه كلام على ليه سيد احد وانا قطع هدي كلام ليه او كافتا الله هصدقى حالة قدى الجراحة والله قدى داوع ينورد ادناها كسو بخاي اما كو دحاي احال الى كلام ليرا هدي كاف كلو غدو كلام ليرا نحي نقي الارض صعبه دولك ادغوا دولك ادغا حال الى كلام ليرا هدي كلام ليرا وكافته لو كدغنا وا ميدكا او فدينو هدي كافته لو كدغ حونقا اسال لغويين حي كدهنا او فيرينا وا شيغينا هدي الى يراد نحادن حي كدهن اسدلاحودا وا شيغينا ايدو انت ما تسعنا كلام كاف كده ما يقون قاندان سدح إنه كاف كور دقن يو ياي كلام إنه هوس دقن يو ياي كلام إنه قدن يو ياي كلام هدي كاف كهوس دقن حواي الجراحة توا نبرد إير دواعي داس كدا عيو هدي كاف كقدن يو كلام ليران حونا قا الأرض الصعبة هدي هنا هذا شواي أذن كل صعد أقو وين الدواعي دا الأرض الصعبة نقول كأدك سما الكلام هدي اللي كور دقن وهالك هاد نوفرين أنت مسلف إنسان سما كلام كاس مرك اللقطة الله فيها مرنا إصلاح نحات الله فيها هذه اللقطة الله فيري وحاله إطلاقة على اللفظ الكلام يطلق في اللغة على اللفظ لفظ وله إطلاقة رواق وله إطلاقة كلام وله إطلاقة
وحاك لو كلام ليرا إشارة وليرا إشارة وليرا سكرية أو ألو مقاسة سانتر وكلام محاجر قفة فرت كتاك تموه إشارة ولو إدلاقة وحاك لو لو إدلاقة ننصب ولو إدلاقة مسايج كاسوك محرابك أو ما ده وأوجد دائم محرابك ما جل طب يلا ياش ما له على مده إيكو يلي ماركونه فلارا بحيارة وحصر حوا ونصب سيدو دي كلام كين مارك الله فيريو من حيث اللغة مارك الله فيريو وحاكم إذا عقد حوالا مرك سوق اللي قد أكل ما قوايا ترنيكي دلال كايد أسو سانكوي وفان سوما وحوكو باقا قيميو كوشي قوامو عقد علينا سيدي دي كلام كتها مو جديدو بكيريا بيه كشفت هذا بكيري بيه كشفت وبوحسم وبوحسن يكا جوجي ما أبانت لسانو حالا ليرا لسانو حالا أفصح من لسانو مقال مينو لسانو حالا ليرا وحاصون حين نقاين كلامي نقاين لابتالا أحاكونو نقاي وحاس مرد هذا مثلا مرد هذا قف كان ما كتور تاورك ما يسكر دافتا لا تاد حديث نفس ما أصير روحي سحو نقا كلامه نقا وفي اللغة وات مركا اللغة دلق هذا لاي كلام حال وقود لاقا لفظ والوقود لاقا إشارة والوقود لاقا لسان وحال والوقود لاقا نصب والوقود لاقا عقد والوقود لاقا مثل سعنا خدك أو أنكتي قرالك والحال قري ورقدا لقصودي وأغرسي حب نمستر ناكو قرر حين نقي أيضا كلامي نقيسا والله كي انتوا كلامك ثم اللو قوي يا مسوى ازدلاحي واللو قوي إذا مرك كلام حالو إدلاقا لفظ والو إدلاقا إشارة والو إدلاقا خط أو قرار والو إدلاقا لسان وحال والو إدلاقا حديث النفس والو إدلاقا وعلى كل مفهم والو إدلاقا سيدا عقد إنو سبتو خل عقد إنو سبتو انتك بحي وعلى كل مفهم وعلى كل مفهم وحك استوى حكوف أمسيين والو إدلاقا سيدا عقد إيا أنه صبت وكلاوي كلامك وحان ربا أصو إصدلاح إنت أنقلين إنا هرطة إرقى كلام مالس كل حر إرقى كلام إنتو كتر سيان داني إنتو كتر سيان هرطة أصول النحو كتر سيان إرقى كلام إنتو كتر سيان أصول النحو أداء أصول النحو ترى إيا أداء أساس النحو ترى إيا أداء أمهات النحو ترى حواي وإسكو متكي إرقى كلام أصول النحو كتر سيان أصول النحو ما قوايان داني شن تياوايان داني الكلام الكلم والكلمة والقول والمفهم انت سنة نمو كدب حنا نشيق كلام ولا سبح أفرتك لو كسوتك صوبت حانكو شغني لأنه هو المقصود بذات إيو ولأنه يقع به التخاضب وده هذا الكاكو دعو انت سنفع نسوما وحنا نأريق كلام كافكم يا قصة شغلا فولي كرت سدح مرنا والله كردقا حال ليه كلام مر والله وصلقا حال ليه مقاس حونقا الجراعته مرنا ولا قد حال ليه كلا مقاس حونقا الارض صعبه مثلنا ناس كلام قادين لقد لو اطلاقه عند اللغويين كلام يقون قكرا لفظ ولو اطلاق كرا كو يا كله اشاره يا كله مي عقد انه مفهم كي هوسغي اي يا كله لسان حال يا كله القد ايه حديث النفس ايه وعلى كل مفهم وعلى كل مفهم يا هوس ما امرك كالعقد ايه ايوه نصل انت مثلنا حاجه يسولف ازدلاحي ان كان من انت ماينا ازدلاحي او كلام اول هاي او يقينين نحاد او يقينين نحاد الكلام وحي اتقانا ما اجتمع فيه قيود اربعه ما اجتمع فيه قيود اربعه افر قيد وحي لغا له حاله ليه وحان وا كلام ليه افر تمد كمده وحي لغا وا حاله ليه وحانو كلام ما وركز معاد ما سمعاد افر وحي لغا ميدل كميدو لغا هيلو حاله ليه كلام وحي لغا وا ان حاله ليه كلام ما ان ليه مجتمع فيه قيود اربعه افر تي رو مركه انو كو بلاو قيد ككوبات اللفظ دو قيد ككوبات حواي اللفظ مثل صنا كلام نحاد حاله ويراده مجتمع فيه قيود اربعه ادي اربعه اللي غداف في قيود اربعه وصل صنا مو وحدايسا مركه قيد ككوبات يا واي اللفظ واي قيد ككوبات حواي اللفظ لفظي وحال يرادا الصوت الخارج من داخل الرئه الى الفم الصوت وعتك الخارج اي كسو بحاي من داخل الرئه وكسو بحا انتو كسو بحا غدها سببك ميلها سو كيما انتو يما مركز الى الفم افكو يما كاسا لفظ ليراد وعتك كصوب حايا جودها أو هادنا إما هاي
أفك إماها عطك جبق ضييريسة أو أن أفك إمان أيضا لفظ من غير سانوي هذا لفظ ماتس لكن عضو تامو محل وين أفك إمان موجودة صلي جهو سوك بحش قد جفاير تامو صلي جهو شو أوك بحشي قد جفاير تامو أدي قد جفاير تلفظ ميا محل وين صوت سيلو صوت ومغلني أفكي سومري إلى الفهم يلا ما هاي موجودة قيد كب شيء لو قد نجي هنا فهم كتاره مركب حالي رأ وصوت ك كسر بحاء جودها ما هاي أفكا كاس حالة ليه لفظي على ليه ميساد قرعة سان تريه سلقه صوت جوكب حسيه واحد صار الحين قاين أيق لفظي نغماين كوس كوس لفظي نغمان هذا واحد للرواني لفظي جماعه أي واحد للروا ملفوت كواي أرجع بس الفهم قلنا waxaa la rabaa dhawaaq ma ah ee waxaa la rabaa waxa lagu dhawaaqo zaydun alif waxaa la rabaa waa zaada iyo yaada iyo deel ka la rabaa waxaa la rabaa way waa waxaa lagu dhawaaqe dhawaaq ma ah waxaa lagu dhawaaq waxa waa marka zaydun lagu dhawaaq zaydun taas la fiiriya waxaa la fiiriya taas waa lafdi li riyaq baha marka inta hada aan soo sheegin ishaara ku baha ishaara lafdi miya kitaba ku baha kitaba lafdi miya لسان حالك بحا لفظ ميا عقد ان نصواك بحا لفظ ميا ما انت وعد سما انت سوك وعد الله سبحانه marka waxa la yiri nu hada waxa la yiri niman oo horta nimankan oo mustalaha sameysanay isdilaaha sameysanay naxwoleeda waxa la yiri kalaam hadii luqadii la jooga lafdi waa lagu dilaaqa hadii luqadii la jooga kalaam waxa lagu dilaaqa hadiisu nafsi waa lagu dilaaqa ishaara lagu dilaaqa khat waa lagu dilaaqa lisan hal waa lagu dilaaqa على كل مفهوم منه والو ادلاق ياد كربتينا لي مو قاس حيرين انا كلام كهربنا اللفظ هو يعني كرب لا يرين اللفظ هو سؤال كلاتي وحالي لفظي وحونا قام مستعمل يا مهمل وحونا قام مركب يا مفرد وحونا قام مفيد يا غير مفيد لا مثل بو اسكسور جدا لفظي حونا قام اري مستعمل او استعمال او لقدي كمد مد مهمل او لقد با كجري اسكما سور جدا هاو كالو نغا ميد مركبة إيه ميد كليجي ميد إسسار إيه إيه ميد كليجيس هذا نحاو نغا ميد وحفائي دي إيه ميدان وحفائي دي انت ويا نغدي لفظيك أكون نغل لفظيك مستعمل ونغا وحاو نغا مهمل ونغا مركب ونغا مفرد ونغا مفيد ونغا غير مفيد ونغا ياد كربتين اللي رادم وحيرين لفظيكو المركب يان رم نايرين مركب عن رم نايرين وركسو سوري حرام من لسعنا يان رم نايرين هذه اللقويين تي أنت أي ترشينه لحمي أمس الشن قارئين يكلا بحين يكلا بحين لفظي يكلا بحين لفظي جيو أصلا نقد الشن ونقد مستعمل مهمل مركب مفرد مفيد غير مفيد لحم نقد ما هو يكلا بحسدنا دنا مركب عن كرب نير لفظي جو المركب أو ليس صار مركب حالي إذا مركب ماشى سنك قلينا هذا اللفظ حالي لو صبرنا ما هو الصوت الخارج من داخل الرئة إلى الفم هدائي ترى الصوت المشتمل على بعض حروف الهجائية التي أولها ألف وآخرها ياء وصحنت أبو مقل دنيد أي دل شكت الصوت وعضا ترى المشتمل أيكونا صدي على حروف الهجائية هجاد حروف تادي التي أولها تاسع بلاو قيد ألف أو هاي وآخرها نمات كيدنا ياء أو هاي تصال زيدنا كميدة زيد زائي ياء ديلك كوبان تاي حروف الهجائية واتاي انت أولي ألف أولي آخر انت حسانة كجرت أو زي أي دين وكوي مجدد هذا أساسي ترى أنا تبتاد واتوصل أو مقل دين لفظ حانكو بحا دا أنت كورا ترى إشارة عقدية نصبي لسان حال أكو بحين دا ترى أنا تبتاد واتوصل وركو معدو مركب وما مركب مركب محالي را ضم كلمة إلى كلمة أخرى إن كلمة الله ضم أو الله ضم كلمة كلي مركب حالي را ضم كلمة إلى كلمة أخرى إن كلمة الله ضم كلمة كلا لا ضم سببك لو ضم حواي لو ضم حواي واللي تفيد معنى سئ معنى أفئدي سؤال عليه إن لفظ قال لا ضم لفظ كلا لا ضم مركب عليه معنى فئدي تصالح عليه العلم نافع عليه العلم علمه نافع كوا احتروا عن فعاله هذا العلم إيه نافع لبك كلمة الله صدم ما محن الله أقعدي معناه فئدي سحواي إن علمه فئدي ليه ونفع ليه الله سيكون في اسمه مركب مركب حالي رادلو حدا وأضم كلمة إلى كلمة أخرى لتفيد معنى سيكون في اسمه مثال كذا العلم النافع أكمل
وصفها نسمع قام زيد أكمل زيد قائم أكمل خرج المعلم أكمل زيد مجتهد أكمل هذا إسكسي وضع وفهم تسمع مركب ليري مركب كي أفرو كبت وحاجر مركب مزدي وحاجر مركب إسنادي وحاجر مركب ذرفي وحاجر مركب حالي وحاجر هدي بإيد مايو مركب عرم أنت بواجر كيال الروا مرك ما مركب إسنادي على الروا ما مركب مزدي على الروا ما مركب إلافي على الروا ما مركب ذرفي على الروا ما مركب حالي على الروا ما مركب عرم على الروا كيال الروا كان الروا إسنادي مرك كان الروا كيواي إسنادوا مركب يقوله كلام كاني لفظي واله مركب كان واله وتركيبا إسناديا غير العالم غير العالم أن عالمين مركب كله رب حواي المركب الإسنادي غير العالمي كاس الرؤو غير العالم الرؤو أن عالم هنا الرؤات مركب كمزج جاي واي وبعلبة كي حضر مودو كلي لا مرة بكاس مركب كي إلافي جاي واي عبد الله إي عبد الرحمن إيوه كواس أيقنا لا مرة بود مركب ك أو حالي جا حيا واي وحواي فلان ساس الله ده عمرو نيكل عمر إذا جاري درس كي جوا بيت بيت حاله يعني أي بيته ملاصقا ببيتي قرقي سي قرقي جا إسكود جوا معنا تاسق الحالي مركب حالي على الله مرة مركب ذرفي هنا حواي خالد يأتينا صباح ومساء خالد شبه نويمة صباح إيه ومساء وابو ظرف زمان موجوده كاسران سنة الله مرة بواد مركب عالم هنا حواي قفر ما حاله به قام زيدون نكا مقعي قام زيدون مقعي لما يحالك ديه قام زيدون كاس الله مرة بواسي مرة إذن كان الله روا مركب كيواء حاصلك المراد دي المركب مركب كان لو قدلنا يا واي المركب الإسنادي غير العلم ومركب كإسنادي أو أن علم هين مركب كان وإسنادي حالك وضع أن تسند إحدى الكلمتين إلى الأخرى لابد كلمة متك مدى إن لو تيريو متك كاللوتو هذا حان كوراني قام زيد زيدا استاغي قيام كيا لو تيري زيدا لو تيري قرد المعلم معلم كيا بحي بحيطان كيا لو تيري معنى كيا لو تيري ما هو يعني زيد منك إلى مجتهد دلالك يا لوتيش زيد لوتيش موجود مركب حالي أن تسند إحدى الكلمتين لبدا كلمة ميد كمدا إلى الأخرى ميد كلا إن لوتيريا مركب إسنادي ليرا وسوف أنا سمع كما كلا بحنا أقاده هدو حال له مركب حالي وإن ترى الله كلمة إلى كلمة أخرى لتفيد معنى مركب يضم يقي أهاي مزدي إضافي هدي أبيد ما حالي درفي عالم يو أكيكلا مثل هذا كجري إسنادي أنت سياح يا الله جربي إسنادي يا الله جرب إسنادي ككواي إسنادي غير عالم إسنادي محل قوة أنت سند إحدى الكلمتين إلى الأخرى لابد كلمة متك مدة إن لو تيريو متك كلا لو تيريو ورك اسمع عدا ما اسمع عدا صار قاعد جدني وحالي رمرك اللفظ لفظ جو المركب لفظ جو المفيد يا دنا وحفيديه واسكنا واقلا مرة إنه وحفيديه الروا فإذا دي حيكون قيم مركة فإذا لو حواي ما أفاد فائدة تامة تنوع شيء يقول إنه فائدة فائدة قماستر وإنه فائدة فائدة قماستر محالك وضع يحسن وحا وناكسنانا السكوت عليها كلمة الدشادة إن لغو آموسا وناكسنا بحيث ما يلو لا ينتظر السامع كان وحمق لايا لشيء أو سنسوغين شيء آخر أكله نكانا وحاتي لخرج المعلم معلنك واب حياتي معلنك واب حياتي نكان ورموكا سوغا وحكا لموكا سوغا حبكا سوغا مفيدة لراكاس لكن هاداتي رادو إن خرج المعلم معلنك ضوب حاداتي راحو كله محادا عايم قرأيو هاي أضو معلنك بحاني هي أكل يمو وحبو سوغا سوما مفيد ماكاس إن خرج المعلم مفيد مين غير ما نقاس لكن أقول إن قرأت المعلم هرت ملوقة واقع لفظ ملقهله مركب ملقهله حاله ويا مركب مفيد كله ويا أو إن قرأت المعلم معلك ضوبه ودست النقص يا يقال لما يقال لكن دول يا قرأت المعلم معلك يا ضحي وركو محرو وركو واحد مو جديد مركب قرأت المعلم يا حين غير ما أفاد فائدة تامة فائدة لما يسترنو فائدة أو حال جودة يحسن حاول أحسن المتكلم كيب الرماي يحسن وحا وناكسن السكوت آمسا وناكسن عليها دشة دلو آمس يا آمسا كيب الرماي آمسا سمو آمسا بحيث ما يلو لا ينتظر السامع
كي مغلاي أو سوغينين لشيء آخر وحكى لو سوغين تاسع حالي لأمريكا مفيدة لرأينا ساس ولا صعب ساس ولا صعب هذا فيري فائدة تنليري يا كوبا حاي وحن وحبا فائدين زيد مركوم قالوا مركوم حيت واحد يروما مكروم ادمو ولا دب جدي اسا حالوري مركوم قالوا مركه وحي فائده سماله فائده تلير تاسق بعيس تام تلير نحق بعيس مد وح فائده لكن فائده يسر دم سرين ان قام زيد زيد دو استاغ ان زيد استاغ ادي وا اوغاتي لكن دو استاغ حد عاي فائده مكو دم سرنتا مركه لو غري فائده تام تيا كوبا حاي إن قام زيدنا أكو بعيس فائدة اللي يرينا أكو بحاي وحن بوح فائدين سيد اللفظ المهم لوكل زيدو مركوم مركوم حواي واللفظ المهم له إيه لفظ مستعمل معه كاسو كلا أكو بحاي ساس الله يدل صاير يا إيسارة مرك الوضع يا إيسارة كلي هذا وحن ما يني لفظ واشيغنى مركب واشيغنى مفيد واشيغنى يا نصارى الوضع النصارى وضع محل جودة الوضع هنا القصد هو ماشي حال قال ربا القصد هو القصد هو نين هرد ايو عن تتبعي لقال دي مايو نين والانو وحسك الشيئة لقال دي مايو حول بهاهي مو انت الله توباري إلهيكو مدر على مبعيه آدمي قلوكو توباري كو رواقا ين ايقنا لقال دي مايو وحا لقال دي حواي وح قصد كسورة با لقال دي القصد هو الروا ايو حالو لجي اور ان يقصد المتكلم مقفك ورمى وانو قصد بما يلفظو وحا او كو رواقا وح أفرت أسأل رامر كلام سلوه لحي كحر أنت وعي كحر أنت إن لها اللفظي وعي كحر أنت إن لها المركب وعي كحر أنت إن لها المفيد وعي كحر أنت إن لها الوضعي أفرت أسأل دين لها كلام الله أفرت ميت كميدة دين له وإن كلام الله كلام الله متى وجدت هذه القيود دين له وجد الكلام لها وما تنتفت هذه القيود دين أنفودنا انتفى الكلام كلام وأنفوه ما شو أكبر حواد مثال لدى يا أول نقكر العلم النافع كلام متى مسمى هجادي سكري حاقو عدي إن العلم النافع كلامته حاقو عدين العلم النافع وكلامته ما حاقو عدين أرد أوصو أبتري أبتر سيما ماله هاي العلم النافع إني كلامته ما حاقو عدينا كو الغلف ضاضي ما هو labo waa isisaaray oo wuxuu iska saaray al ilmu iyo naafiicun iska saaray isisaarkiisu waa isnaadiyo ee nafciga ilm ee nafciga inta loo tiri ilmiga loo tiri soma saddex mufiid noo yahay oo wuxuu ku faa'iideen in ilmigu wax tar leeyo nafci leeyo wadci way loo qasto waa isla socona soma مركع العلم نافع حال غيره أفرتي ولا غيره فهما عمر الدرساء يا نوفل غيكر فهما عمرنا وحوفهم الدرساء وفهم لحد يطلع يا قبصاي سؤاشس أي أيوب استك هاي كلام متهم سماع هاي ما حكوا عدي كيا لغيره كو أي أفكار كسبة هاي أي يا مركب كيا واي فهم عمرنا وحوفهم الدرساء وفهم هاي واس سرين صح أها أها وما سنت انت علمي لا وفهم كرتي سوما انت سبحان كو دمينا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وانا قدمت هبين دم اقسام ثلاثه الاسم وفعل وحرف جاء لمعنى انصعنا لكن هذا حان قدمادي انت سو انا قدمت مركا ادي ان سي قلاسه سرو كوبن او سو علين وحان داني شيق دلشديسي هوش كو سابسن انت سو فهم كرتي كلامك وحان داني هورتي يو كترسيا داني اصول النحو أصول النحو لبا إريو كلو لميدا جرتان ان ايه هاين اساس النحو ايو امهات النحو ما قريه اسكو نقدانا ليري شن شنت يا وانا
الكلام والكلمة والكلمة والقول يه والمفهم انت سان كوشا نمو وحنا الكلام ووحو شيقه كالرب او افرت از وخه ككوبنا ليره كلمه نو حال اذا كلامك قيب هيس ا كلمه كو جرت اه اسم نو كلمه فعل نو كلمه حرف نو كو كلمه سومين حاجه ديو زيد ام مثال ويدايده حاجه اسك سو ديو وحنا ان كلم ايضا حين ق كلمه تي سدح جر سو لابطو اما وحف ايس ام يفايدين وحنا ان قول وحال اذا ما افاده معنى وحي معنى كو فايدي كلام سوغلا كلمه ناسو غليس كلمه كو سو غليس مفهمنا وحالنا ما افهم معنى ولو ناقصا وحي معنى فهم سيو ناقص ابا هذا تصالو وحا ودين غلام زيد زيد ادونكي سان تصالو ودين شيق وحنا ان كلام قاتي كلمنا ما قادن كلمتنا ما قادن قولنا ما قادن مفهمنا ما قادن سببتا حان كو شيغني لانه المقصود بذاتي ايو به التقاضب اقرا ايضا سمين حاجه نودي وحنا ان ارغا كلام كاف كاس وما مثلثا مروا الله اصدقا حونقا الكلام ما حنا له معنى مروا الله غدا حونقا الكلام او معناه دي هي الله دوس مرنا والله كردغا او حونقا الكلام نقا كلام ليري في اللغه عند اللغويين ما قشيه كو دحي كرا اللفظ وكو دحي كرا اشاره وكو دحي كرا كتاب وكو دحي كرا ام قدا ترى لسان حال وكو دحي كرا حوكلو كو دحي كرا حديث نفسي حوكلو كو دحي كرا وعلى كل مفهم وعلى كل مفهم حاله قبدا عقد ايو نصبتو كلات كلام مركل لجوغ عند النحات اصطلاحه حالو يقانان داني مجتمع فيه قيود اربعه نمنك نحو وليدا وحاله الكلام عند اللغويين لحو نقديا كلا دحيسين دي ليه لبخين اللفظ ولا بخين لفظ اللي يري حاله قبدا داني الصوت الخارج من داخل الرئتي الى الفم الصبع يلا ميد او لو قيخي كراناني الصوت المشتمل على بعض حروف الهجائيه التي اولها الف واخرها ياء ولا منان لفظ ليريا كوبخاناني شنتي ان سو شيغنا او يهاين الاشاره والكتابه والعقد والنصب ولسان الحال وكود بخاين وحنا ان لفظ ليري شنو ما نقا كرا روحيس شنتو نقا كريا ان مستعمل ايو مهمل سيس سور جينا وشيخت قرون مستعمل يا كسور جينا مهمل مركب يو مفرد مفيد يو غير مفيد يا كربتي ديري حي شيكتين مركب شيكتين لفظ ديغو المركب لما دينو مركب شيكتين مركب حالي لان انا سيغنا ضم كلمه الى كلمه اخرى قصد كن حواي لتفيد معنى سيو فايديش كدي وحنا انا مركب ما قشاي ونقا كرانان انو مزيه إنو ياي إضافي إنو ياي إنو ياي حال إنو ياي إنو ياي ظرف إنو ياي إنو ياي عالم إنو ياي إيه إنو ياي إسناد كلا ربا كيوا مركة إسناد كلا ربا الله يسوف أنا مو أرجع إسناد حالك وضعنا نه أن تسند إحدى الكلمتين إلى الأخرى إن لو تجري على وضعنا وركس وعدة سما أن تسند إحدى الكلمتين إلى الأخرى إن مدة كلا لو تجري عليها حق النقطة شو مفيد إنه صار مينو هذا اللفظ إيه مركب وكب إحنا سما مفيد وما مفيد حنكوش يغني ما افاده فائده تامه او حاله قلنا يحسن السكوت عليها بحيث لا ينتظر السامع لشيء اخر بحيث لا ينتظر السامع لشيء اخر ساس ولا صار مستمع يا سامع اني قنعاني ام صانع الرب مستمع هو شيء نيكي دكساي سامع نحو كي دغته او دحدو وصفه ان سما نيكا متكلم كانوا او وركو انت كدما ماشي اسو كوكو كاس حالي دا داني مفيد ما افاد فائده اللي رياكو بحيناني وحن فائده بلا يا كمي داناني زيد مركوم وكلا كمي فائده تامه اللي رياكو بحيناني ان قام زيد وكلا كو بعيس او فائده ما دمسنانان وضع اللي حاله وداناني المراد به هنا حواي القصد هو القصد هو المراد به هنا حواي القصد هو القصد محالك هذا أن يقصد المتكلم بما يلفظ به أن يقصد المتكلم إنه قصده بما يلفظ به حقا صح أن يقصد المتكلم بما يلفظ به قفك متكلم كوين قصده بما يلفظ به وحق كل واقع وين قصده أن يقصد المتكلم وين قصده بما يلفظ
دي وحا او كو دواقاي وا ان او قسدويد انتاس مركي ليلا حناني متى وجدت هذه القيود الاربعه وجد حالها الكلام يا ليلى وما تنتفتت ومن تنتفت هذه انفود هذه القيود ح انفوم انت فال كلام يا انفوم انت مسرفان انت وعشر كده كوسه هبين دمنا ولا اسكروا الله يسوفه والله سبحانه وتعالى علمه.